العثمانية. وبحلقة الليلة سامي عم بخطط ليولد زوجته. للكاتب روي بدران والمخرج إليف غالي منتابع لو ما انقطعت الكهرباء. عندي مهمة لإلك. اعطيني عنوانك وأنا بجي لعندك. عرفت أنه حضرتكم طالبين موظفين. عايزين موظف واحد. أوفيس بوي. شو جارع؟ شو مستعجل؟ واصل على سوق المعارض. عال وأنا كمان بنروح سوا. ما عندي حل تاني تأولة الشركة والمصريات. إلا إذا عبالك تبقى مع رجال فقير. الأستاذ سامي ناطرك جوا بمكتبه. بتفضل. ما بدك تردي على التليفون؟ 100,000 قبل العملية، 200,000 بعد العملية. بهيدا الظرف في مفتاح بيت، بيتنا أنا ومرتي طبعا، ومع المفتاح في خريطة. قولي له للأستاذ سامي مشيت من هون ما بقى أرجع. شو يعني؟ لازم نخاف؟ مين هالمزعج؟ يمكن هيدا الفنان يلي بده يشتغل اوفيس بوي. بعتذر على الازعاج. مين هالمزعجة؟ سهام الغبية. مين يعني؟ لك هيدا اللي بتنظف بتلم الزبالة. وشو بدها هالمسطولة؟ بتعرف شو؟ رح اقتل لك مرتك. الشخص الغلط بالوقت الغلط والمطرح الغلط. يا ست نور! من وين بتعرف اسمي؟ يا بتوقفي هبل وبترجعي معي اللي بعرفها، يا اما بتصير رقم 2 على ليستة صاحبنا القاتل. بس يا ست نور انا جاي اخلص لك حياتك. من وين تعرف اسمي؟ من استاذ سامي الرئيس. من وين تعرفه لجوز سامي؟ امي بتشتغل عنده بالمكتب، اسمها سهام. مش رح حط وهذا رح اتركه مسكر. بيكون افضل. شو هي الشنطة؟ هيدي شنطة المصاري اللي وصلت لي بالغلط. تعال خليها معك. نور فيها كتير مصاري وانت بتستاهلهم، بعدين بدك تستقبلني عندكم بالبيت 3 ايام. انتبع على حالك سامي. انت انتبه على حالك مايا. وائل تعرف ما لازم اطلع لعندكم على البيت. ليش؟ مش بعرفني، ما بحياتي حسيت هالقد ضايعة. نور وصلنا على البيت، نطلع منقعد ومنرتاح منفكر على رواق، بعدين ما بدك تعرفي على جدي يوسف؟
في اسانسور؟ في بس منظر. ليه؟ وليه انا ما قلت لك اقتلها وخلاص منها؟ يا مسكين، هلا بتعلق فيها مدى الحياة. شد خرفة. لا خذ علبة حكي وتبريرات بلا طعمة. الو، اول شيء اسمح لي هنيك على دقه مواعيدك. ما كنت عارف انك رح تنفذ المهمه بذات الليله. اي مهمه؟ عفوا، نسيت انه ما بتحب تحكي بهالمواضيع على التليفون. على كل، بتتذكر السكرتيره اللي بتشتغل عندي بالمكتب؟ ولا هو معقول انساها؟ صارت ضدنا، لازم نخلص منها، لازم تموت والا اسامينا بيصيروا عند البوليس. انا ما حدا بيعرف اسمي. اعطيني حل. حل مشاكلك لوحدك وحرام. أنا بقول لك شو مسطول. روعة، ليه 200 ألف دولار عن عملية نور؟ وفر علي 300 ألف دولار عن عملية مايا. مايا شو حلتها؟ ألو؟ دكتور بدران؟ مايا؟ لا ابدا، بس كنت عم شوف اذا بعدك عازمنا على الغدا الساعة اللي انا بيطلع عبالي اليوم. اذا حكينا بنزعجك، واذا ما حكينا بتزعجنا. ايه هيدا حال الشباب. أيا ليت الشباب يعودوا يوما، يا ريت هالصبية الحلوة بتطلع فينا. ولكي هيك ليكي مريتي ختيارة وتعبانة، بدك تطلعي فيها لترجع صبية حلوة مثلك. والله منك هين يا يوسف، بعدك بتعرف تضحكهم بكلمة وحدة. ولكي هيك ضحكي، اسلم لي هالضحكة. نحن مش من العالم اللي معهم مصاري ومرتاحين تنسهر كل الليل مع بنات الناس. ماما انت فهمان الموضوع غلط. ليش جايبها معك على البيت؟ ما بتعرف وضع جدك؟ بعدين اليوم اول نهار لك بالوظيفه، شو نسيت؟ لا ما نسيت، بس صدقيني في كتير قصص عم تصير اهم من الشغل. مش وقت حب وغرام يا ابني، خلينا نطلع من الجوره اللي نحن فيها. معك حق، فينا نحكي بعدين بالموضوع. يلا قوم غسل وجهك ومشي معي عالشغل. ماما بترجيكي ما ننام كل الليل، خليني ارتاح بلا شغل. وشو بقول للجماعة؟ ناطرينك اليوم لتستلم الوظيفة. قولي لهم قدمت تسلمتي. بيك مات، مسطوط على الطريق حد براميل زبالة، ما حدا سأل عنه. شو خص هي بهي هلا؟ عم ذكرك بالمستقبل اللي ناطرك، إذا بدك تعيش نسوانجي وأمرجي مثله، رجع طلوع الضو وجايب لي وحدة معك مش معروف قرعة بيا منين. ماما خلصنا بقى. من 20 سنة
طبشت الباب وفليته. فكرك اني الحق مش هيك تتخلي عني، هيدي منا حجه. شو الدنيا فلتاني؟ ما في نظام، ما في قوانين. وين الترويعة يا سهام؟ سهام! لك يا جدي روق شوي. شو عم بصير؟ ماشي. بدي كاس عرق. جدي ما بيسوي لك العرق على الصبح. ما العرق ابيض بلون النهار، انت بيشربه بالليل؟ ما قدرت اخبر ماما، كانت كثير معصبه. بس انت قلت لي انه امك خبرتك عن سامي وعن القاتل وعني. وليه ما قلت لك اقتلها وخلاص منها؟ وائل انا لازم فل. نور بترجيك ما تتسرعي. ايه مايا؟ أنا سهام استاذ سامي. مين سهام؟ سهام اللي بتشتغل عندك بالمكتب. أنت يلي بتلمي الزبالة؟ استاذ سامي، اجت مايا على الشركة وضبت كل أغراضها وفلت، وطلبت مني أقول لك إنه هي تركت الشركة. نعم. إمتى صار هالحكي؟ هلا بعد فيلة. سهام، الحقيقة، أوعى تخليها تفل، أنا واصل هلا. الأستاذ سامي لتنطري هو واصل. إيه بس يوصل قولي له فلات. دخيلي إذا وصل وعرف إني تركتك تفلي بيشحطني من الشغل. طيب قولي له أنا رح كون بمطعم المدينة، هيك على الأكيد ما بيشحطك. أقولك هيك يا ست؟ طيب ما بقى رح نشوفك بالمكتب؟ إن شاء الله ما بقى بتشوفي صورة وجهي بحياتك كلها يا سهام. ليش هيك؟ ليه عم بتقولي هيك يا ست مايا؟ انتبه. موفقة، الله معك. مرحبا، مش حضرتك السكرتيرة؟ أنا شايفتك من قبل. انت شحطيني من قبل. بعتذر، بس مديري كان شخص مزعج وقليل الاحترام، فكنت اضطر اتصرف بشكل وقح مع العالم. كان بفهم منك انه او هو مات او انت استقلتي. اذا بدك. ما كان قصدي يعني اتدخل بامور ما بتعنيني. لا انا بعتذر، بس اعصابي تعبانه شوي اليوم. ما عملتي شيء تعتذري عنه، بس شحطيني هداك النهار من المكتب. هلا اتذكرتك، انت الفنان. فيك تقولي الفنان اذا بدك. عندك لو سمحت. بسطت رجعت شفتك مدام. دموازيل. ما بحب ينضيف قدام حدا.
وليه عم تقولي هيك؟ خايفة وائل، خايفة، ما عندي حدا، ما بعرف حدا. ما تخافي، أنا رح ضل حدك للآخر وما رح أتركك ولا لحظة. ليه هيك زهر؟ سامي بحياته ما قال لي كلمة غلط، بحياته ما مد إيده علي، هلأ بدي يقتلني. ما تكون أنت فهمت القصة غلط. لا، هيدي الحقيقة، لازم تتقبليها. لازم أتقبلها، بس مش عارف كيف لازم أتصرف. امبارح بس خفيت على فكرة إنه جوزي بحبني، واليوم وعدتني حضرتك على خبرية إنه جوزي بده يقتلني تيورط مصرياتي. نور مار، حمار اللي بيقول لك ما في مثل الحقيقة. الحقيقة مش بس بتجرح، الحقيقة بتخرب بيوت مرات، وفي عالم كتير ماتوا كرمال الحقيقة كمان. ايه الحقيقة مجرمة، مجرمة ومغتصبة بحقوق المرأة كمان. ايه لازم تضحكي، وجهك بصير احلى بس تضحكي. وين مايا؟ على مطعم المدينة. أخذت شي من مكتبي؟ مش على علمي يا أستاذ. ذكريني باسمك؟ سهام، سهام يا أستاذ سامي. مبروك، أنت السكرتيرة الجديدة. أنا سكرتيرة يا أستاذ؟ وقتياً لحتى نلاقي حدا تاني. ممنونتك يا أستاذ. أنا ظاهر، إذا حدا اتصل أنا مسافر وما بتعرفي أمتى برجع، مفهوم؟ معلوم يا أستاذ. الو زار، مين عم يحكي معك؟ ماما، معك السكرتيرة الجديدة للأستاذ سامي الرئيس. سكرتيرة جديدة؟ مايا السكرتيرة القديمة فلت، فأجا الأستاذ سامي اليوم وطلب مني إني أكون أنا السكرتيرة الجديدة. شو رأيك بهالخبرية؟ والله مانيك هينة وائل، صار فيك تجي تبلش شغل ساعة ما بدك، ما أنا صرت المسؤولة عن الموظفين. بس بدي تعطيني شي يومين فرصة لأنه في قصص بدي أخلصها قبل. وائل طيب منيح، هلا بنحكي على شيء. اوكي باي. مبروك باي. ولا روح انتحر تحت دولي بسيارة تانية يا حيوان. ولك زح من وجهي احسن ما نزل كسر لك اجريك. شو بدك كسير؟ ما تأخذني يا ريس، ما تأخذني. ليك شكون ربك إن رايق معي اليوم، أول مرة بسحب فردي وما بقوص. امشي قدامي اليوم، امشي. حاضر حاضر. في حجز مدام؟ الدكتور بدران. تفضل يا مدام. بابا الله يرحمه ترك لي شركته وكل مصرياته. لما توفى كان بعد عندي شهرين وبتخرج من الجامعة. الله يرحمه. كان دايما يحلم يشوفني عم بشتغل ومستقلة. ما كملتي هالشهرين؟ بلا، تخرجت. بس ما اشتغلت، لأنه سامي كان يعارض فكرة إنه أنا أشتغل. وأنا ما شرعته. رضخت للأمر الواقع. وأنا كمان ما اشتغلت بالديكور. الشركة اللي قدمت عليهم طلبات عارضوا فكرة اني اشتغل عندهم وانا ما شرعته. ميرسي وائل. تعرف لو ما منك ما كنت قادرة اوقف بك هلا. لو ما منك انت هلا ميتة. بعتذر. بتكون الدنيا رواق والتلج مغطى الجبال وما في ولا حس، فجأة بيجي الربيع بيدوب التلج وبتزهر الدنيا، ببلشوا العصافير ينطوا على بعضهم، وخذ على العصافير يلعن ابو الغرام ما اجمله. بس اكيد نكون جواته، لانه اللي بيتفرج عليه من برا
بينطوش. سامي الرئيس؟ نعم. لا استاذ سامي مسافر وما بعرف امتين بيرجع. بتحب تترك له رساله؟ مين بقله؟ دكتور بدران. تكرم دكتور بدران، بس يرجع بخليه يحكي معك ضروري. يا هلا. كان ينكسر ظهري لا اقبض قد ربع معاش السكرتيره. في أهين منها يا عمي شغلة السكرتيرة. أهلاً، حاجز أستاذ؟ طاولة الدكتور بدران. تفضل يا أستاذ. عندك موعد مع الدكتور بدران؟ انت كمان هون؟ دكتور بدران؟ من وين بتعرفه؟ في حدا ما بيعرفه. بعد بياخذونا وبيجيبونا عزات النغمة والخبرية شي 20 مرة مثل شي فيلم بوليسي أمريكاني، مش معروف فرد مين بإيد مين. مش منيح، مش منيح لما بيكون القاعد بوجهي، مش منيح. بس كرمالك انا منيح. مرحبا. اهلا وسهلا. ليش لحقتنا؟ شو جيتي تعملي هون؟ ما خصك فيي. ما تخليني اتصرف معك بطريقه غير لائقه. عم يزعجك؟ لا ابدا، ما يكل لك فكر يا خواجه، بس مايا بتكون خطيبتي. كنت رح صير لو ما تركنا اليوم الصبح. نحن ما تركنا، انت فليتي لحالك. بلش يزعجني. شوف حبيبي، عندك حل من اثنين، يا بتغير الطاوله لأنه نحن عندنا موعد أنت مش معلوم عليه، يا أما بتفل من المطعم. شو قررت؟ طيب رح غير الطاولة. ما بعرف كيف بنت حلوة ولطيفة مثلك كانت خاطبة هيك واحد بلا أخلاق. ما كنا خاطبين، القصة طويلة، يعني فينا نقول كانت غلطة. فينا نحكي عن شي تاني؟ ما بعرف قدي فينا نحكي عن شي تاني وحضرته عم يتفرج علينا. ولا قلك نحكي؟ كنت بدي قلك انه اللون الأسود كتير بيلبقلي لأنه في نظرة خطيرة بعيونك، والأسود بزيدها خطورة. عن جد انك فنان؟ ولك ايه فنان، أكثر من كل الفنانين كمان، لأنه أنا فني بيحكي مع الموت مباشرة. أوف شو سوداوي. خفتي؟ لا بالعكس، أنا كتير بحب الشخص اللي بيفكر بطريقة غير عن كل العالم. بس مش عم بفهم كيف شخص مثلك مستعد يشتغل أوفيس بوي عندنا بالشركة. الو دكتور بدران، تأخرت. اضطريت تسافر؟ لا معلش بسامحك. لا ما زعلت، خلص غير مرة. اي قاتل؟ نعم. كان بدك تعرفني عليه؟
طيب اوكي يلا باي باي. منك عيني يا مايا. الله يساعد مرتك شو معطرة يا أستاذ سامي. قال مجوز يا حرام الشو. يعني محاولة بعد عورة. بدي أخلص من مصيبة اللي أنا فيها بقى. لك بكرة بيقطع الوقت وبتنسيها. بعدين لازم تحكي بالمثنى، مش مصيبتك مصيبتنا اثنيناتنا. وقال لي عم تساعدني هالقد. كيف الأخرس بيخبر الأعمى أنه بيو مات؟ بيو لمين؟ للأخرس؟ لا للأعمى. بيو للأعمى بيموت، بيقوم الأخرس بده يخبر الأعمى كيف بيو مات، كيف بيخبره؟ هيني كتير، شو عرفني؟ منين نبشتها هيدي هلا؟ كان في معي صاحبة بالجامعة أرمنة، كنا كتير أصحاب بس نختلف بكتير مواضيع. كنا كل ما نوصل لمطرح نقبر بعضنا على شي موضوع مختلفين عليه، يسألني يقول لي كيف الأخرس بيخبر الأعمى أنه بيو مات؟ طيب شو خص هيدا الشيء بالموضوع اللي عم نحكي فيه هلا؟ كيف شو خص؟ ما انت عم تسأليني ليه عم تساعدني هالقد؟ شو؟ اختفت النظرة الخطيرة من عيونك وحلت محلها مؤامرة جهنمية. ليش ما خبرتني انه انت القاتل المحترف؟ عادة انا ما بعرف عن حالي بالمجتمع اني قاتل محترف او قاتل مأجور، وما بعرف اللي خبرك الدكتور بدران. دكتور بدران كرمال يدفع على القاتل لإلك. دين الدكتور بدران سامي الرئيس مفلس؟ لك لا، مش هيك كانت اللعبة. كان المفروض انه انت تقتله مرته نور، ساعتها هو بيورث 6 ملايين لانه هو الوريث الوحيد، وبما انه حضرتك ما بتنفذ قبل ما تقبض فاضطر يتدين من الدكتور بدران وبعدين بردله اياهم لما يورث. عم اجى شاب ما معه خبر شو القصة وضحك عليكم وأخذ شنطة $100,000. لازم خبر سامي. عادي عكرستي، بعد في شقفة من الخبرية أنت ما بتعرفيها. سامي الرئيس اتصل فيه اليوم الصبح وطلب مني صفيكي. أنا مستعدة أعمل كل شي بيأذي سامي الرئيس. خلينا نفل، ما بقى قادر اشوف منظره. عادي، انت بتعرفي الشاب الاوفيس بوي يلي اخذ الشنطه بالغلط؟ لا ما بعرف. شكلها رح تكون مهمه صعبه. قوم تمشي. Thank you.
يعني شو عم تعملي؟ حرام وائل، هلا امك بتجي من الشغل تعبانه، على القليل شيل عنها الجلي. نور انت ضيفه عنا بشرفك. ضيفه؟ على حساب نحن اصحاب ومصيبتي هي مصيبتك، والمصيبه بتجمعنا، شو صار؟ تتركيهم اذا بتريدي. معقول راسك؟